هنا بالمركز الدولي للمؤتمرات، الصحافة الوطنية والأجنبية تواكب العملية الاستفتائية منذ الصباح. تجهيزات وفضاءات سخرت للصحفيين لتمكينهم من تغطية الحدث. الصحفيين عملوا في ظروف جد ممتازة، وفرنا كذلك ظروف إمكانية، كما تشاهدوا يعني ظروف الإمكانيات المادية اللي وفرناها لهم، يعني متواجد في أكثر دول تطورا، يعني وفر الإمكانيات يعني من الدرجة الأولى فقط لتسهيل مهمة الصحفي ووضعه في ظروف مريحة تسمح له بالقيام بالعمل تحول أحسن الظروف. التغطية الإعلامية للاستفتاء على مشروع تعديل الدستور شهدت حضور أزيد من 1600 وسيلة إعلامية وطنية وحوالي 60 ممثلاً عن وسائل الإعلام الأجنبية لمواكبة العملية أولاً بأول. احنا كصحافة دولية معتمدة هنا في الجزائر منحنا اعتماد تغطية هذا الاستفتاء الشعبي على مشروع تعديل الدستور، ونرصد ما يجري لحظة بلحظة منذ بدء فتح مكاتب الاقتراع صباحنا الساعة 8، ونحن نرصد ما يجري داخل مراكز الاقتراع وحتى خارجها. في كل موعد انتخابي توفر السلطات منها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات كل الوسائل اللوجستية من أجل الصحفيين، من وسائل التواصل. شهدنا العديد من القنوات العربية التي يعني كانت في مداخلات مباشرة، التي كانت ترسل المادة الإخبارية في حينها، كانت تتنافس. شهدنا هذا التنافس، يعني حتى الحرارة في العمل شهدناها في الميدان. بالرغم من الظروف الصحية الاستثنائية، إلا أن وسائل الإعلام كانت حاضرة كما عهدناها في المواعيد الانتخابية، كونها همزة وصل بين الحدث والمواطن.